السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، أحضرت لكم اليوم جميع القنوات المفتوحة والناقلة لكأس أمم إفريقيا بالمجان لسنة 2019، وطبعا هنالك كل من قنوات نايلسات وهيرتبيرد، وطبعا أحضرت لكم أيضا ترددات القنوات المجانية التي ستذيع هذه المباريات في كان 2019 طبعا بالمجان أعزائي المشاهدين. إذا أعزائي المشاهدين فضلا منكم وليس أمرا، لا تبخلوا علينا بالنقر على زر لايك تشجيع لنا لنشر المزيد من الفيديوهات مثل هذه الفيديوهات التي أنشرها لكم، وطبعا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات أعزائي المشاهدين ليصلكم كل ما هو جديد. طبعا القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا بالمجان لسنة 2019 على نايلسات وهيرتبيرد وأسترا وأيضا العديد من الأقمار الصناعية الأخرى، هو ما يبحث عنه الجميع محبي وعشاق الكرة الساحرة المستديرة خلال كأس أمم إفريقيا. طبعا هنالك العديد من القنوات مثل بي إن سبورت، وطبعا يعني القنوات التي تدفعون عليها نقود، ولكن يعني للفئة الجزائرية يعني الزواولة كما نقول نحن أعزائي المشاهدين بالعامية، أحضرت لكم اليوم جميع القنوات المجانية 100% وبدون تشفير، وذلك من أجل متابعة مباريات البطولة التي ستكون الأكثر شهرة ومتابعة خلال الفترة القليلة القادمة. وطبعا أعزائي المشاهدين أترككم مع يعني جميع الترددات في هذا الفيديو.